عصام يوسف. ضيفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام واصحابنا في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم والمربع الذهبي من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة اصحاب يقدم اليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الاول من العباقرة اصحاب، مين يا ترى اللي هيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي هيحصل على لقب افضل لاعب؟ ومين هو الصاحب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة أصحاب هتساوي مبلغ نقدي في المربع الذهبي، كل نقطة ب 3000 جنيه وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لرعاية أبطال مصر الرياضيين. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة جمعوا 12,305,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول فريق مشرفنا في الاستوديو تألق على مدار البطولة وخلاص عرفناهم، أصحابنا من عروس البحر الأبيض المتوسط، نلعب كلها فريق الإسكندر. أكتر حاجة فاكراها في برنامج العباقرة لما نزلت تحت الضغط، كان أسوأ إحساس في حياتي إن أنا واقفة مضغوطة بجاوب أسئلة، شعور صعب جداً وتجربة ما أعتقدش إن أنا هنساها في حياتي يعني. من هي الفنانة التي قامت ببطولة فوازير عالم ورق؟ نيلي. صح. العباقرة ضاف لي حاجات كتير، منها ان انا زودت معلوماتي في مجالات اكتر واكتسبت خبرة اكتر فادتني الموسم ده. زمايلي اللي كانوا معايا في البرنامج قبل كده، البرنامج اتاح لي فرصة ان انا اشوفهم مرة تانية. اجابتك؟ المحيط الاطلنطي. المحيط الاطلنطي اجابة صحيحة. المحيط الاطلنطي الاجابة الصحيحة. مشواري في برنامج العباقرة كان تجربة ممتعة جداً بالنسبة لي، حتى أصحابي اللي أنا جاي أشترك معاهم علاقتنا بقت أقوى وجمع بيننا ذكريات أكتر من خلال البرنامج. أتوقع إن هيبقى الماتش متكافئ بشكل كبير. بالنسبة لمشواري في برنامج العباقرة، أكتر ماتش فاكره هو أول ماتش. صحيح إحنا أول ماتش خسرنا بفرق 5 نقط، بالنسبة لي أنا كان ماتش مميز جدا لأن عملت فيه سكور كبير 125 نقطة. الحمد لله إن إحنا قدرنا نتأهل ووصلنا لحد دور الأربعة. من هو الروائي المصري مؤلف أرض الإله؟ أحمد مراد. صح. الإسكندر الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إزيك يا هنار؟ الحمد لله. كنت تتوقعي توصلي المربع الذهبي؟ يعني كان عندي أمل. كان عندك أمل والأمل اتحقق. عقبال الفاينل. عقبال الفاينل، جميل جدا. عدنان، معاكم كم نقطة لحد دلوقتي؟ مش عارف. انتوا معاكم 630 نقطة. نحيي كلنا فريق الإسكندر. هبة، متوقعة ايه من ماتش النهاردة؟ متوقعة ان الماتش اكيد هيبقى صعب طبعا، وصلنا لمرحلة متقدمة وبنلعب مع فريق قوي جدا. سناء من الفريق بتقولي قبل المباراة احنا الفريق الذي لا يهزم. ايوه، فريق الذي لم يهزم فعلا. هنشوف بقى ان شاء الله، ربنا يسهل يا حيبان، ربنا يسهل حيبان. بس واضح، بصوا انتوا الاربعة نفس قفلة الايد. بصوا انتوا الاربعة نفس بريستيج. بريستيج. توتر غير عادي. نو بريستيج. لا خلص، عشان تلاقي على البدل بس. مع ان نقطة القوة بتاعتكم ان انتوا هادين وده كويس. ماتش النهاردة انا رأيي ماتش أعصاب ومتكافئ جدا، وهتعرفوا ليه. بالتوفيق لفريق الإسكندر. أما الفريق الثاني فهو فريق قوي جدا لم يهزم على مدار البطولة، اسم مش على مسمى. نرحب كلنا بفريق البؤساء. فكرت من مشواري في العباقرة ان احنا اكون شبكة علاقات زيادة من الفرق المتنافسة قدامنا وناس من محافظات مختلفة بثقافات مختلفة، فكانت يعني ثروة معلوماتية اكتر لينا. علوم عندك. سناء اجابتك ZNS. مش كنت خدت الجوكر؟ اوه طبعا. أنا اجابة صحيحة. ZNS هي الاجابة الصحيحة.
انا اكتر حاجه اعتبر كسبتها من البرنامج اللي انا اتعرفت على ناس جديده، واللي انا قدرت اقوي علاقتي وروابط مع الفريق بتاعي، واللي احنا نتعرف على بعض اكتر. احنا كنا بقالنا كتير ما تقابلناش، لكن البرنامج ادانا الفرصه اللي احنا نعرف نتجمع ونقوي الروابط اللي ما بيننا اكتر. 60 زائد 450 على 5 ناقص 50 في 2 يساوي كام؟ اجابتك 50. 50 اجابه صحيحه. اكتر حاجه فاكراها كان ماتش مع حورس، وكان الماتش برغم ان احنا كنا متقدمين عليهم تقريبا طول الماتش الا انه كان ماتش صعب، لان كان طول الوقت هما بيحاولوا ان هما يوصلوا لنا، فكان ماتش بالنسبه لي صعب جدا. الموضوع تحت ضغط جامد جدا، بنحتاج ان احنا نستدعي المعلومات بشكل سريع. احنا ممكن يبقى عندي المعلومه بس انا ما استدعيتهاش بالسرعه الكافيه اللي تخليني ناخد البوينتس. مشوارنا في العباقرة، احنا كنا ضمن المجموعة الرابعة، الحمد لله ان احنا صعدنا اول بتسع نقط. بعد كده لعبنا فريق الاحلام، انا من وجهة نظري ان الفريق ده كان اقوى فريق في البطولة، بس الحمد لله ان احنا كسبناه بفضل مجهودنا ومذاكرتنا. يا سلام، ده انت محتاجتش تفكر. هنري التامن. هنري التامن. قلبه اساء. سناء بتخوفيه يا سناء قبل ماتش؟ لا لا لا، احنا بلا هزيمه ولا خايف يروح ولا لا 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 خالص. طب ايه رايك بقى ان انتوا الاثنين نفس النقط 630 نقطه؟ صحيح، دي حقيقه، صدفه غريبه جدا جدا عشان ماتش يبقى متكافئ. فهبه ما تقلقيش، 630 قصاد 630 تمام، وانتوا الاثنين في المربع الذهبي. أنس غبت الماتش اللي فات. أيوه. إحساسك إيه بقى وأنت قاعد بره بتتفرج على فريقك؟ إحساس متوتر جدا يعني، بس كنت واثق في الفريق. واثق في، بس مش أريح وأنت قاعد بره؟ فعلا؟ لا متنش. يعني أنت مستريح أكتر وأنت بتشارك؟ لا، هو مفيش راحة، هو كده كده أنا حاسب بالمسؤولية في الحالتين. جميل، أنت عموما نجم الفريق وأكيد كانوا مفتقدينك الماتش اللي فات، بس هم السيد نعيم الحقيقة اتألق لما لعب مكانك. احنا كلنا نفس المستوى، عشان كده هو قدر يغطي اصلا 65 نقطة وكان أفضل لاعب. أيوة. يعني ما شاء الله عليه. أول ماتش. أيوة. شروق، ازاي حضرتك؟ أنا كويس الحمد لله، ومش قلقان ولا متوتر خالص. ماتش زي بقية الماتشات. يا بختك والله. يا بخت أنا، وكان الله في عونكم يا رب. الحقيقة كان الله في عونكم أنتوا الثمانية. ليه؟ اللي بيوصل للمربع الذهبي بيبقى خلاص شايف الكاس. يعني خلاص وقعت يعني الشاطر بألف. بألف فعلا. وليه رأيك يا ثروة؟ طبعا اللي تقوله شروق. كنت متوتر جدا بسبب غياب أنس، ولكن أنت كمان تألقت الماتش اللي فات. جاهزين يا ثروة؟ إن شاء الله. بالتوفيق للبؤساء. العباقرة أصحاب ست فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: من هو الفنان الذي قام بدور نزار في فيلم أمير البحار؟ أنس. ياسر جلال. ياسر جلال إجابة صحيحة. ياسر جلال هي الإجابة الصحيحة، وأنس هيختار مين اللي بتبتدي الأول. فريق الإسكندر. تمام، فريق الإسكندر هتبتدي الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. الإسكندر، عندك سؤال في جغرافيا، في جوكر جغرافيا. والسؤال هو: يقع ممر سان برنارد الصغير على حدود فرنسا ودولة أوروبية أخرى، فما هي؟ يقع ممر سان برنارد الصغير على حدود فرنسا ودولة أوروبية أخرى، فما هي؟ 8 ثواني. عدنان. ألمانيا. ألمانيا. ألمانيا إجابة خاطئة، مش ألمانيا. يلا ثروت. سويسرا. كنت متوقع ان حد فيكم هيقول سويسرا على طول. سويسرا اجابه خاطئه. اربع اختيارات بزائد 10 او ناقص 5: اسبانيا، سلوفينيا،
إيطاليا النمسا. خدت الريسك من أولها. خلاص إجابتك. أسبانيا. إسبانيا إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة إيطاليا. هارد لك يا عدنان. الإسكندر ناقص 5. بؤساء عندك سؤال في الجغرافيا، في سكر؟ نعم. جغرافيا، والسؤال هو ما هو البحر الذي تتصل به بحيرة إشكل؟ ما هو البحر الذي تتصل به بحيرة إشكل؟ شروق كتبت حاجة وأنس رفض، وسناء كتبت حاجة وبرضو أنس رفض، وفي الآخر ثروت هو اللي هيجاوب. حاجة لطيفة جدا. ثروت إجابتك؟ البحر المتوسط. شروق إجابتك هي نفس إجابة ثروت؟ لا، حاجة تانية خالص. خالص. وسناء حاجة تالتة. حاجة تالتة. وأنس مش موافق. أنس مفكرش أصلا. ثروت إجابة صحيحة. البحر الأبيض المتوسط، وهي بحيرة في تونس. عايش. الحمد لله. الحمد لله. ابننا صاروخ. ابننا صاروخ. هو ساعات بيتألق كده لوحده. تمام. 10 البؤساء. الإسكندر ناقص 5. عندكم سؤال في التاريخ، في جوكر؟ تاريخ، والسؤال هو من هي ملكة إنجلترا التي ساندت الثوار الهولنديين ضد فيليب الثاني؟ طبعا فيليب الثاني ده إسباني. خلافات سياسية ما بين إنجلترا وإسبانيا، فسندت الهولنديين. محمد حسن خدته 17 ثانية. إجابتك؟ الملكة فيكتوريا. إجابة خاطئة. مش الملكة فيكتوريا. قولي يا شروق. إجابتك؟ إليزابيث الأولى. إليزابيث الأولى إجابة صحيحة. إليزابيث الأولى هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا أنس. 10 نقط لفريق البؤساء. 20 البؤساء. الإسكندر ناقص 5. والبؤساء عندك سؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو في أي دولة آسيوية وقعت حادثة موكدن عام 1931؟ في أي دولة آسيوية وقعت حادثة موكدن عام 1931 ميلادية؟ 5 ثواني. أنس. الصين. الصين. الصين إجابة مين؟ هو في شيء باتفاق يعني، بس هي تخمين أصلا، الإجابة مش عندنا. الإجابة مش عندك، فاحنا خمننا. بس إجابتك الصين. الصين إجابة صحيحة. الصين الإجابة الصحيحة. برافو عليك أنس. معلي البؤساء 30. إسكندر ناقص 5. إسكندر عندك سؤال في الأدب، في جوكر؟ لا. خسارة. أدب، والسؤال هو كتاب من العالم المجهول خبايا الصدور، أحد أشهر أعمال أديب مصري راحل، فمن هو؟ عدنان إجابتك؟ عباس العقاد. عباس العقاد إجابة خاطئة. أوكي. إجابتك؟ أنيس منصور. أنيس منصور إجابة مين؟ أنا. إجابتك؟ إجابة خاطئة. طيب تلاقيش. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. توفيق الحكيم، إحسان عبد القدوس، يوسف السباعي، يحيى حقي. يوسف السباعي. خدتي الريسك ليه يا شروق؟ يعني خدتي رأيهم ولا قررتي؟
احنا واثقين فيها. اخدتي ايكو؟ قررتي. احنا واثقين فيها. عامة يا شروق اجابة صحيحة. يوسف السباعي هي الاجابة الصحيحة، برافو عليك يا شروق. 40 البؤساء. الاسكندر ناقص 5. الاسكندر المباراة بتهرب من اولها. البؤساء عندكم سؤال في الادب، في جوكر ادب، والسؤال هو من هو الرواية تشيكي صاحب رواية المحاكمة؟ The Trial. فرانس كافكا. صح. فرانس كافكا إجابة صحيحة. فرانس كافكا هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا ثروت. البؤساء 50، الإسكندر ناقص 5. يعني أنا قلت لكم نبهتكم هم مش بؤساء خالص. فريق الإسكندر سؤال في العلوم، في جوكر؟ في جوكر إن شاء الله. دوس على البازل. أنا في رأيي العشرين قطة دول بالمباراة، تخيلوا، بقوا مهمين جدا. علوم، والسؤال هو اكتشف العالم الروسي ميخائيل لمونوسيف الغلاف الجوي لأحد الكواكب، فما هو؟ عدنان. زحل. زحل إجابة مين؟ إجابة. أنت مصمم على زحل؟ إجابة خاطئة. 20 نقطة طاروا من الإسكندر. في إجابة؟ خمن. أنس نزل إيدك. تمام. إجابتك؟ نبتون. نبتون بـ20 نقطة. إجابة خاطئة. زائد 20 أو ناقص 10. الزهرة، المريخ، المشترى، أورانوس. المريخ. المريخ، محمد حسن. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الزهرة. أقول الزهرة. فينوس. فريق الإسكندر للأسف الشديد ناقص 15. البؤساء 50، وعندكم آخر سؤال في الفقرة في العلوم، في جوكر؟ نعم. علوم، والسؤال هو ماذا يطلق على الذرة التي فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي؟ أيون. أيون إجابة صحيحة. أيون الإجابة الصحيحة، برافو عليك أنس. وبكده النتيجة 60 البؤساء ناقص 15 الإسكندر. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة جمعوا 45 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 3000 جنيه بما يساوي 135 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. عباقرة الأصحاب، ومباراة مهمة جداً في المربع الذهبي، وهفكركم بالنتيجة. البؤساء 60، الإسكندر ناقص 15، والإسكندر في موقف مش سهل، ولكن لو ركزتوا أعتقد من خبرتكم هتعرفوا ترجعوا تاني في المباراة. ودلوقتي مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة واحد لواحد، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين عدنان وشروق، شروق وعدنان، وهنشوف مين اللي هيجاوب على أول سؤال. معلومات عامة، والسؤال هو كم عدد النجوم على رمز الحزب الجمهوري الأمريكي؟ الرمز إيه أصلا؟ فيل. صح. النجوم كم نجمة؟ 13. 13
إجابة خاطئة. مش 13، كام؟ 15؟ لا كتير كتير، كتير قوي. أنا ما ضحكت بقى صح، هو عشان فيل يعني هيبقى لي 15 أو 13. إجابة خاطئة. الإجابة صحيحة 3 قدامكم على الشاشة. سؤال في الرياضة، محمد حسن وثروت، ثروت ومحمد حسن، وسؤال في الرياضة روح رياضية، رياضة. والسؤال هو: في أي دولة من دول شمال إفريقيا أقيمت مسابقة كاس الهادي شاكر لكرة القدم؟ تونس. أكيد صح. أكيد صح. أكيد صح. هو موسوعة، هو رمز المقاومة الوطنية في تونس. إجابة صحيحة. تونس الإجابة الصحيحة. وبكده فريق الإسكندر ناقص 5، البؤساء 60. ودلوقتي هينار وسناء، سناء وهينار، والبؤساء بيشجعوا الإسكندر لأن هم كمان حاسين إن النهاردة الإسكندر اتخطف في أول فقر. سؤال في التكنولوجيا، والسؤال هو: إلى ماذا يرمز اختصار كنترول آي في برامج مايكروسوفت أوفيس؟ إيتاليك. إيتاليك إجابة صحيحة. إيتاليك تاكس أو خط مائل. 10 نقط لإنار. كده الإسكندر أول 5 نقط فوق وش الأرض كده، طلعنا كده فوق المية. تمام، 5 الإسكندر، 60 بؤساء. سؤال في القدرات الذهنية، والسؤال هو: هل المسألة الآتية 3166 على 2 زائد 50 في 3 يساوي كام؟ ألف وستمائة ثلاثة وثمانين. إجابة خاطئة. أنس. 1733. 1733 إجابة صحيحة. النتيجة تغيرت، البؤساء 70، الإسكندر 5. فرقت معاك يا هبة، مش عارف حسبت إيه غلط، مش متأكد. الإسكندر لسه في أمل. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون 4 أسئلة: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. 4 أسئلة تعتمد على السرعة، ليكم انتوا 8. وأول سؤال في السينما والمسرح، والسؤال هو: من هي الفنانة التي قامت بدور ريري في فيلم السمان والخريف؟ هينار إجابتك. نادية لطفي. هينار إجابة صحيحة. نادية لطفي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة الإسكندر 15، 70 البؤساء. ودلوقتي السؤال الثاني في الأغاني والموسيقى، والسؤال هو: من هو الفنان الراحل صاحب الموسيقى التصويرية لمسلسل أرابيسك؟ أنس. عمار الشريعي. عمار الشريعي إجابة صحيحة. عمار الشريعي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا أنس. وكان النتيجة 80، البؤساء الإسكندر 15. السؤال الثالث، لوحات ومعالم، والسؤال هو: في أي دولة أوروبية يقع متحف برانلي؟ أنس. بريطانيا. برانلي بريطانيا إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ عدنان. إيطاليا. إيطاليا إجابة خاطئة. ألمانيا. ألمانيا صح؟ ولا ألمانيا. الإجابة الصحيحة فرنسا. في عهد شيراك، جاك شيراك هو اللي افتتح المتحف ده. تمام، آخر سؤال في الفقرة، السؤال اللي جاي خلي بالكم.
أي حد هيدوس على البازر هاخد إجابته في ثانيتها. ماشي. نبهت. تمام. واضح؟ ومحتاج تركيز لأنه غلس شوية. سرعة البديهة والسؤال هو كم مرة تكرر حرف الأف في الصورة؟ محمد حسن. ثلاثة. إجابة خاطئة. خدت نفسك وإجابتك. أربعة. أربعة. هو الحقيقة سؤال سؤال يلخبط. صعباني شوية. أربعة يلخبط فعلا. أه والله. إجابة صحيحة. أربعة الإجابة الصحيحة وبكده النتيجة 90 البؤساء 15 الإسكندر. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 60 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 3000 جنيه بما يساوي 180 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 315 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. ورجعنا لكم مرة تانية ومباراة في المربع الذهبي بين فريق الإسكندر والبؤساء، والنتيجة البؤساء 90 والإسكندر 15. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. فريق الإسكندر اختار محمد حسن وفريق البؤساء اختار أنس حسني. محمد حسن وأنس حسني، وهنشوف ايه اللي هيحصل في الفقره دي. احنا خلاص حفظنا الفقره، صح ولا غلط؟ صح. انس هتروح تسمع موسيقى مع سمر، اتفضل. تمام. وترجع لنا تاني. محمد حسن اتفضل مكاني. محمد حسن لو الاجابه مش عندك هتقول ايه؟ باس. لو ما قلتش باس هتفضل مستني. بالظبط كده. تمام. كل اجابه صحيحه بخمس نقط، وانتوا اكيد محتاجين العشر نقط الهديه من انس ان شاء الله. صح ولا لا؟ صح. تعال نشوف أنس أخباره إيه بقى؟ شفت؟ مستمتع جداً ومستريح جداً. جاهز؟ جاهز. تحت الضغط كاونتر. من هي المطربة التي غنت تتر مسلسل السيدة الأولى؟ أصالة. صح. ما هو أول بلد عربي يتأهل لنهائيات كأس العالم كرة القدم؟ مصر. صح. كم عدد ألوان علم دولة لوكسمبورغ؟ ثلاثة. صح. وقعت حرب 1812 بين أمريكا وإحدى الدول الأوروبية؟ إنجلترا. صح. ما هو نظام الحكم في دولة مولدوفا؟ جمهوري. صح. من هو الفنان الذي لعب دور عبد الحميد العطار في مسلسل الأب الروحي؟ محمود حميدة. غلط. في أي قارة تقع بحيرة كيفو؟ أوروبا. غلط. من هو الأديب العالمي الراحل صاحب رواية قلب الليل؟ جابرييل جارسيا ماركيز. غلط. في أي دولة عربية تقع قلعة أربيل؟ العراق. صح. برافو عليك. برافو عليك يا محمد. برافو عليك يا محمد. سمر عايزين أنس من فضلك، مع إن في أسئلة أنا عارف فلتت منك ما كانتش تفلت. أنس تعالى يا أنس اتفضل مكاني. الموقف مش سهل يا أنس، ليه بقى؟ لأن محمد حسن جاوب 6 من 9. تمام. 6 ب 30 نقطة. أقل من 6 هتديله 10 نقط دقيقة. لو ما قلتش باس أو نكست. الوقت. هخليك ساكت. تمام. جاهز؟ إن شاء الله. تحت الضغط كاونتر. من هي المطربة التي غنت تتر مسلسل السيدة الأولى؟ سيدة. باس. ما هو أول بلد عربي يتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم؟ مصر. صح. كم عدد ألوان علم دولة لوكسمبورغ؟ ثلاثة. صح. وقعت حرب 1812 بين أمريكا وإحدى الدول بريطانيا. الأوروبية. صح. ما هو نظام الحكم في دولة مولدوفا؟ جمهوري. صح. من هو الفنان الذي لعب دور عبد الحميد العطار في مسلسل الأب الروحي؟ محمد حميدة. غلط. في أي قارة تقع بحيرة كيفو؟ كيفو أوروبا. غلط. من هو الأديب العالمي الراحل صاحب رواية قلب الليل؟ باس. في أي دولة عربية تقع قلعة أربيل؟ قلعة أربيل العراق. صح. ما هو تفضل. برافو عليك أنس. برافو عليك أنس.
5 إجابات صحيحة وعشر نقط هدية من أنس لمحمد حسن. طيب. كلنا نحيي أنس ومحمد حسن، اتفضلوا. النتيجة اتغيرت، 55 الإسكندر، 115 البؤساء. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. من هو الفنان الذي لعب دور عبد الحميد العطار في مسلسل الأب الروحي؟ عزة أبو عوف. بالضبط كده، عزة أبو عوف. في أي قارة تقع بحيرة كيفو؟ عندنا في أفريقيا. في أفريقيا. من هو الأديب العالمي الراحل صاحب رواية قلب الليل؟ نجيب محفوظ. نجيب محفوظ، تمام. بس الحقيقة برافو عليكم، أنتوا الاثنين جاوبتوا على أسئلة كتيرة جدا. لسه المباراة في الملعب، لسه في أمل، هنشوف. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء، 25 نقطة لفريق واحد بس، وأول اتنين معايا هبة وسناء، سناء وهبة، وهنشوف مين اللي هيحرز الهدف الأول. 55 و25 تبقى كام يا هبة؟ 75. ايه سوري، ايه 55 و25 انا خلاص التوتر ده مش هينفعك خالص. و115 و25 كم يا سناء؟ 140 بإذن الله. 140 140 55 أعتقد إن المباراة حسمت. هنشوف. السؤال الأول، أدب، من هي الكاتبة الإنجليزية صاحبة رواية And then there were none؟ ثانيتين، ثانية. حرام السؤال ده ما جاوبش، حرام السؤال ده ما جاوبش. خسارة جدا إن أنتوا ما بتحاولوش. لما تعرفوا الإجابة هتزعلوا. الإجابة إيه؟ أجاسا كريستي طبعا. يعني أنت أشهر رواياتها. الإجابة الصحيحة أجاسا كريستي، تفضلوا. ثروت وعدنان، عدنان وثروت، وهنشوف السؤال اللي جاي والهدف الأول لمين. خسارة يا سناء، خسارة يا هبة. السؤال الثاني، تاريخ، في أي مدينة إسبانية تم توقيع اتفاقية حماية البيئة البحرية للبحر الأبيض المتوسط؟ برشلونة. عام 1976 وتسمى اتفاقية برشلونة. هدف الأول، الهدف الأول لعدنان، هدف بلا مقابل. هنار وشروق، شروق وهنار، وهنشوف إيه اللي هيحصل مع السؤال الثالث. بصوا بقى، شروق ما عندكيش اختيار غير إنك تتعدلي إن شاء الله. يا هنار، لو جاوبتي على السؤال اللي جاي رجعتي ب 25 نقطة. 55 هتبقى كام؟ 80. بالظبط كده، برافو عليكي. جاهزة؟ إن شاء الله. لو اتعادلتي هيبقى لسه فيه فرصة عند أنس ومحمد حسن، هنشوف. السؤال الثالث، فنون، من هي الفنانة التي قامت ببطولة فوازير حول العالم؟ شريان. شريان، الهدف الأول، هدف مقابل هدف، وهارد لك يا هينار لأن أنت تأخرتي ثانية. ثانية، هي الثانية دي هي اللي فرقت. هدف مقابل هدف، محمد حسن وأنس، السؤال ده بقى ب 25 نقطة. 25 للإسكندر هتبقى 80، و25 للبؤساء 140 ان شاء الله هتبقى 140، تمام. السؤال الرابع، جغرافيا، على اي محيط تقع جزر كورال؟ الهادي. المحيط الهادي، الهدف الثاني، المحيط الهادي الهدف الثاني، برافو عليك يا انس. 25 نقطة لفريق البؤساء. طبعاً البؤساء بتلعبوا بأعصاب هادية واضحة، الحمد لله أعصابكم الهادية هي اللي فرقت معاكم في ماتش النهاردة.
برافو عليكم فريق الإسكندر، التوتر أثر عليكم جدا. المباراة ابتدت بتوتر من فريق الإسكندر، ابتدى التوتر من ناقص 5. الماتش بدأ للأسف بالماينس، فده أثر علينا جدا، خلانا متوترين. الإسكندر قلقوا جدا من النتيجة بعد الفقرة الأولى، التوتر بان عليهم، وفي نفس الوقت البؤساء سؤال عن سؤال ابتدوا يكتسبوا ثقة. إجابة صحيحة. أداء أنس تحت الضغط شايفه عظيم جدا، جاوب كل الأسئلة المتاحة في مجالاتنا. احنا التوفيق ما كانش معانا في بداية الماتش، خدنا الريسك في سؤالين مش سؤال واحد، ده أثر علينا بشكل كبير في المباراة لحد ما وصلنا لضربات الجزاء. بس في أمل ضئيل جدا في عجلة الحظ. خلينا نشوف عجلة الحظ هتودينا فين، وماتش النهاردة هينتهي على إيه، ومين اللي هيوصل للمباراة النهائية وحلم الوصول لكأس العباقرة. طبعا الفرصة موجودة، ولكن في رأيي الشخصي بقت شبه مستحيلة. خلينا نشوف. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 90 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 3000 جنيه بما يساوي 270 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 585 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. عباقرة الأصحاب، ومباراة مهمة جدا في المربع الذهبي، وأفكركم بالنتيجة: البؤساء 140، الإسكندر 55. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل للمباراة النهائية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل فريق، وأول سؤال عدنان. اتفضل يا عدنان. هنشوف عدنان والسؤال الأول لفريق الإسكندر موضوعه ايه؟ يا لهوي. يا لهوي، هو مش يومكم يا عدنان. هو مش يومنا والله، مش يومكم خلاص، معلش. سويتش هارد لك. هنشوف فريق البؤساء هيختاروا موضوع السؤال ايه. علم. علم. سؤال في العلم، يعني سؤال جغرافيا، تاريخ، أدب أو علوم. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. علم. والسؤال هو: أدب، من هو الكاتب البريطاني مؤلف رواية The Hobbit؟ يلا هنا. هنار. تولكن. تولكن بعشرين نقطة. إجابة صحيحة. جون تولكن هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا هنار. 75 فريق الإسكندر، 140 البؤساء. أنس، تفضل يا أنس. هنشوف أنس والسؤال الثاني لفريق البؤساء موضوعه إيه. أنس لفة كاملة. معلومات عامة، سؤال في المعلومات العامة. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. عشرين نقطة. معلومات عامة. والسؤال هو: من هو الرئيس الأمريكي الذي اشتهر بتعليم نفسه القراءة والكتابة؟ من هو الرئيس الأمريكي الذي اشتهر بتعليم نفسه القراءة والكتابة؟ ثروت، إجابتك. إبراهام لينكولن. إبراهام لينكولن. إبراهام لينكولن. وأنس مش موافق. لا. ولكن إجابة صحيحة. برافو ثروت، لينكولن هو الإجابة الصحيحة. أنا صح. أنا صح. وبكده النتيجة 160 البؤساء. ألف مبروك فريق البؤساء، اتأهلتوا للمباراة النهائية.
الحقيقة فريق البؤساء تستحق الوصول لمباراة نهائية. لعبتوا بتركيز وهدوء وتملكتوا أعصابكم من أول مباراة. الحمد لله. برافو عليكم وبحيي جدا فريق البؤساء. فريق الإسكندر هارد لك. وصلتوا لغاية المربع الذهبي. وده مش سهل، أنتوا عارفين كده كويس. أكيد مش سهل. المباراة الأخيرة أو المباراة اللي إحنا فيها دي كانت محتاجة منكم هدوء أعصاب. وكمان في رأيي الريسك اللي انتوا خدتوه في الأول، الريسك الأول ده بناقص 15 فرق، مش فرق في النتيجة، فرق في التوتر اللي أثر عليكم بسبب سالب 15. كلنا نحيي ونشكر فريق الإسكندر. السؤال الثالث محمد حسن، اتفضل يا محمد. هنشوف محمد حسن والسؤال الثالث موضوعه ايه؟ علم تاني. كفايه علم بقى. كفايه بقى. خلاص مش يوم. العلم وراك وراك. اسمه. طب ليه؟ ما السؤال اللي فات كان علم وجاوبتوه. ان شاء الله. صح ولا غلط؟ تمام. سؤال ب 20 نقطة ولا بتاعت 30؟ 30 بقى. مش على البازر. علم. والسؤال هو تاريخ، ما هي الدولة الأوروبية التي استقلت عنها كينيا عام 1963؟ سؤال ب30 نقطة. محمد حسن. إنجلترا. إنجلترا. بريطانيا. بريطانيا. ب30 نقطة. إجابة صحيحة. بريطانيا الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة الإسكندر 105 البؤساء 160. سناء اتفضلي يا سناء. سناء والسؤال الأخير في الحلقة. هنشوف السؤال الأخير موضوعه إيه. لفة كاملة يا سناء. مش هتفرق. جوكر هو النهارده يومهم. بس خلاص يومهم النهارده ويجي لهم الجوكر هديه في الاخر ويختاروا موضوع السؤال. تحبوا تتسالوا في ايه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية. تمام. ب20 نقطة ولا ب30؟ 30. تمام. دوس على البازر. قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية. 850 في 3 زائد 45 على 5 في 2 يساوي كام؟ شروق كسلت تكمل. لا شروق ما بتعرفش يحسب. أنس إجابتك؟ 2568. 2568 إجابة صحيحة. برافو عليك أنس ما شاء الله. 30 نقطة لفريق البؤساء. وبكده النتيجة 190 البؤساء 105 الإسكندر. الإسكندر تاني بكرر هارد لك لفريق إسكندر. انبسطنا جدا ان انتوا كنتوا وفد الإسكندرية معانا في الاستوديو وبرافو عليكم فعلا. اديتوا ومحمد حسن هنشوفك تاني واعتقد ان فريقك هيجي يشجعك على لقب افضل لاعب في الموسم الأول لعباقرة الأصحاب. أفضل لاعب في ماتش النهاردة ب 115 نقطة من فريق البؤساء أنس حسني. ألف مبروك فريق البؤساء. اتأهلت للمباراة النهائية. الحمد لله. حلم بقى قريب. الحمد لله. هيبقى قدام عينيك الماتش اللي جاي. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة في حلقة النهاردة 295 نقطة، وكل نقطة ب 3000 جنيه بما يساوي 885 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 13,190,000 ألف جنيه من البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. هارد لك لفريق إسكندر. ألف مبروك فريق بؤساء. اتأهلتوا
للمباراة النهائية، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.